كمان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي والداخلية بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي، ودي ضمن الأجندة الدولية بجانب ارتباطات المنتخب الأول في مباراتي سوازيلاند في 2019. برضو دي تندرج يا كان استاذ الأهلي ابراهيم. كان الأهلي يعني حتى الحاج عامر حسين كان بيشكر جهاز الأهلي لأنه وافق إنه يلعب مباراة الداخلية بدون اللاعبين الدوليين، ودي كانت مسألة لمزيد من الدعم والتنسيق والتعاون مع لجنة المسابقات. انتوا شلتونا في فترات كتيرة وضغطتونا، خلاص هنتحمل علشان ما نضغطش المسألة، نلعب ماتش الداخلية بدون اللاعبين الدوليين أعضاء المنتخب الأول اللي هيكونوا مرتبطين بمباراة سوازيلاند. وقال وقتها لجنة المسابقات إنه المنتخب الأولمبي ما عندوش حاجة في الفترة دي، ولكن إذا بالكابتن شوقي غريب يقول ان الفتره دي فيها ارتباط للمنتخب الاولمبي ضمن الاجنده، فاصبح النادي الاهلي عشان يلعب مباراه الداخليه بدون الدوليين ودون الاولمبيين يعني مش هيلاقي لعيبه يلعب. عدتهم انا طلعوا 11 لاعب غير المصابين. فعشان كده لجنه المسابقات شافت وهي بتشكر الاهلي على تعاونه واستعداده انه يلعب مباراه الداخليه بدون اللاعبين الدوليين بشرط وجود اللعيبه الاولمبيين، بتقرر اللجنه تاجيل مباراه الأهلي والداخلية.